لقد تعودنا في شهر رمضان أن نكون أكثر تدينا والتزاما، إن صح التعبير بالالتزام، مع أنه أنا كلمة التزام عندي فيها خطوط كثيرة يعني، فنقل مصداقية، لأنه ما في أحد ملتزم. يقول لك فلان ملتزم، حتى مسألة الزواج يقول لك أنا عايز شاب ملتزم، وهناك يقول لك عايز بنت ملتزمة. يا أخي ما في ملتزم، كل بني آدم خطاء. من وين جبتوا لي هذه الملتزم؟ أننا في رمضان نكون أكثر تدينا، لكن ما أن ينتهي رمضان حتى نعود إلى ما كنا عليه. فأقول أيها المسلمون، حذاري أن يكون تدينا موسميا، حذاري أن نجعل من التدين في رمضان فرصة موسمية. فإذا انتهى رمضان أزدل الستار. لا يا عبد الله، فإن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب الدهر كله، هو أنا الدهر، كما في الحديث القدسي. رمضان يمكن أن نزداد تدينا، نعم نوافل، قراءة قرآن، نعم والله، لكن أن نكون كما قال الآخر، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. لا يا حبيبي، لا، هذا ما بينفع. لا، رمضان يجب أن نتعلم منه دورة اسمها الاستقامة، اسمها الثبات على العهد. شوف السلف الصالح رضي الله عنهم، قرأنا فيما قرأنا أن السلف يعني الصحابة ومن بعدهم كانوا يقسمون العام إلى قسمين، قسم يسألون الله أن يبلغهم رمضان، والقسم الثاني من السنة يسألون الله أن يتقبل منهم رمضان. ولعلي في الخاتمة أقول، طهر قلبك من الحقد، ونفسك من الشح، وصدرك من الغل، واعلم أن الأعمال تعرض على الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله كل خميس وكل اثنين يرفعها الله إليه، إلا عمل متخاصمين أو متشاحنين. يقول الله أنظروا، أي للملائكة، أنظروا هذين حتى يصطلحا. بعد اشتعل على نفسك شويتين قبل رمضان بيوم بيومين، في سوء تفاهم بينك وبين جارك، بينك وبين أخيك، بينك وبين من تصلي معه في المسجد، أسأت إليه في كلمة، يعني مزحة جت غصب عنك، استسمح وطهر نفسك من هذا كله حتى يتقبل منك إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم صياما متقبلا، وعملا مستقيما، وتوبة نصوحة، ومغفرة من جميع الذنوب والآثام، بمن الله وكرمه، آمين. وأصلي وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.